التحية تتجدد والانطلاق يتجدد شوط تلو الآخر من هذا الصباح الجميل. ينطلق ختام الأشواط للمشتركات هنا مشاهدينا الكرام، شوطنا الثالث ويعتبر السابع هنا مشاهدينا الكرام ويعتبر السابع الأشواط والخاص بالإبكار المشتركات، وهو يعتبر ختام أشواطنا لسن المشتركات. على البركة نسير، ننطلق مع بداية هذا المسار، ننطلق مع مقدمة الشوط، نتابع التقدم. اللي راحت التي طارت التي تقدمت وسارت نحو الناموس، هذا شعار الكثير ياتي مع روعة، ياتي مع روعة بروعة هذا الشعار وبتاريخ هذا الشعار وبسجله الحافل. دائما هذا الشعار دائما يمن النفس بانطلاق نحو الأشواط الرئيسية وياتي ويحظى بها اول المراكز. نتابع روعة حارب بن عبد الله بن غالب، الكثير ياتي مع بداية المسار، هنا ثان المراكز تتابع قدوم الحضور في هذه اللحظات، ياتي على ثان المراكز هنا مشاهدينا الكرام الشاهينية. مبارك بن سعيد بن خليفة الخيلية ياتي على ثاني المراكز هنا مشاهدينا الكرام. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء، نعود مع روعة، نعود مع روعة، هي من تتقدم، هي من تسيطر، هي من تحلق وتغرد خارج السرب، ولكن المحاولات طارئة، المحاولات جارية ما بين الشاهينية ولا روعة، ما بين روعة ولا الشاهينية. حرك يا بلقطير روح، حرك يا بلقطير روح على ثاني المراكز وسيره مع المقدمه الاولى. ما يصح الا الصحيح، ما يصح الا الصحيح، ياتي مبارك بن سعيد بن خليفه الخيلية ويا محلى اخبارك في هذا الصباح الجميل. هنا مشاهدينا الكرام بينما القدوم والتقدم في هذه اللحظات على ثاني المراكز روح، هذا شعار الكثير. ثلاث المراكز تتقدم الشاهينيه، عامر بن علو بن سويد المنصوري، هذا هو الإذاعة عنها. هنا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني دقيقتين و19 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال.